روى ابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من امتي يوم القيامه ان ينادى عليه فينشر له تسعه وتسعون سجلا كل سجل مد البصر هذه السجلات خطايا وذنوب فيقول الله عز وجل هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا فيقول هل ظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا فيقول هل لك عذر هل لك حسنه قال فيهاب الرجل فيقول لا فيقول الله بلى ان لك عندنا حسنه وانك لا تظلم اليوم فتخرج له بطاقه فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يقول الله احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقه مع هذه السجلات فيقول انك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقه ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء وقال عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل من علم اني ذو قدره على مغفره الذنوب غفرت له ولا ابالي